مع القرآن ترتيل وذكر، به الأرواح تصفو كالغمام، به الأرواح تصفو كالغمام. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. أخرجه الترمذي. مع القرآن ترتيل وذكر، به الأرواح تصفو كالغمام، به الأرواح تصفو كالغمام.